بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفة وتأمل. أخي المسلم، أختي المسلمة، كم سنعيش في هذه الحياة وكم سنقضي فيها من أيام وليالي؟ لنا أن نتأمل حياة نوح عليه السلام. هذا النبي العظيم كما تعلمون عاش 950 عاما، وحينما سألوه كيف وجدت الدنيا قال: وجدتها كحجرة لها بابان، دخلت من الأول وخرجت من الثاني. يا الله، 950 سنة وكأنها كحجرة لها بابان يدخل منها الإنسان ويخرج من الثاني. أنا وأنت كم سنعيش في هذه الحياة؟ 20 سنة؟ 30؟ 50؟ أو أكثر أو أقل؟ فماذا يجب أن نفعل فيها؟ وماذا يجب أن نقدم فيها لنا من أعمال نجدها عند الله في يوم القيامة؟